مثلا تحدى واحد يجي يقول لك انت يا ابو اللافي ما انت شيء. اسمع الصوت. في ميموري شوفي طبعا عندي العاب. قال لك يباني انشر له درايفر والله درايفر. بس نسوي ساين اب. اوه كريت نيو اكونت يوز. الله الله يا الله والله شكله ادري مفجره شوي. بلبس انا ذا ماكسيمم نمبر اوف فريندز بي 3 سيستم اوف ذي سبورت. يا رجال عوافي ما عليك يزهلني بس يزهلني والله من زمان. ما ادري طفى ذا ولا ايش وضع عمه ما ادري بس الظاهر انه يحبني. واللي انت ما تلبس الا روب سوي لكم عاد. والله شوفوا ما لقيت الا ذا الحلو الروب هو بالنوم. هي الام ام شرطه 7 اي في في طبعا انا مشهور وحتى الالعاب موجوده. هل اطلع اطلع ما بيك انا معي العاب ما بيك. فما عندي اصدقاء ولد. حتى الاصدقاء كانوا شوف 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 تي تي 88 والله قديمين ذيلا يا شيخ. هو علوكس هذا والله واحد. هذا حسابي القديم مجود كيس اي 4 3 اللي يقدر يجيبه والله اني لا دق له تحيه. شوف حتى التروفيا 13 تروف درايفر والله كنت حري كود 6. اقبل الاضافه يا حلو يا عسل. بس والله ما ادري كيف حتى الان ما عارف بس والله كنت حريقه ولا كنت. شوف التروفي نظره شويه على احصاءات الهولد ذلك. هي معايا الياف وما هو وش بلاك انت ها وش بلاك انسكه. تقول لي يا طفت. شوف فيفا 18 اي والله كنت العب فيه. وفيفا 17 والله كنت حارق يا ولد. وفيفا 16 فيفا 15 والحساب حقي ذا والله كنت حارق يا ولد. شفتوا كيف انا كنت لاعب كنت العب من زمان انا. وفيفا 14 وفيفا 13 يقول لك حدثني والله الحساب ذا قديم يا ولد. بس شوف الالعاب فانس وارفر هذا فشخته من خوي ما ادري اداني يمكن 3 ايام ورجعته له. المهم الظاهر كان متضايق داريبه انا. المهم قطعته قلت له ما تبي تديني دز امه. عندكم بلاك اوبس 1 والله اني ذيبان. بلاك اوبس 1 حركته حرق هكرتها اذا ما خاب ظني والله اني هكرتها ملفل ماكس لكن بنشوف ان شاء الله. بلاك اوبس 2 حركته حرق ما عليكم موجود عاد حسابي للان وبنشوف معكم. بلاك اوبس 3 المعروف لا يعرف تعبان درايفر. يا السنسور فرانسيسكو والله اني اشكرك يا تعبان. 13 14 15 16 17 18 20 21 فيفا ستريت والله هذا اتذكر كمان فشخته من قوي. الصلاه على النبي والله انا حركت يا ولد. شوفوا عشان تعرفوا انه لاعب قديم فيفا. لاي واحد يقول صح اني نو بس لاعب قديم يعني وقدر بالمقادير. كان عندي لاعب والله اسمه كي برونزي كان اقسم بالله حري. كنت العب بشاشه بطيز مع الحشمه بس يا اخي اتذكر الحمد لله الذاكره موجوده لسه. فيفا 21 ذا عفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف بس اتش ون زد هذا تعبانه. وكل زون اوه هذا كليزون نسميه والله ذا قديم يا اخي. هذا ما ادري لداوت ماينكرافت هي البلاي ستيشن 3 اديشن موجوده ان شاء الله نجربها معك. كود 6 ما كنت العب اونلاين بس ام دبليو 3 والله يا اخي لحقت على الالعاب هذه انا والله لحقت روكت ليج سنايبر والله ما ادري انا ما عندي حياه ولد استغفر الله والله اقسم بالله في توي ستوري انشارتد والله اني حريق يا ولد. خلينا نشوف بلاك اوبس 2 عشان نرجع ال بس يقول لك ما ضر لو ودعتني يا ابو اللافي ما ضر لو اشوف ايش الالعاب في فيفا 18 ولا شيء. لازم تكون هكر يمكن هكره والله ويمكن اكيد ان شاء الله. ايش ذا السلح اللي قاعد اشوفه انا والله. بلاك اوبس 2 تعزك ولا العاب تذلك 200 لعبه تذلك وش يا ابوي بعدين نضاه شويه صح زق تو راجع من الدوام وكذا فاهم كيف دوام شركات وهذه 3 دقائق. الله يعز الالياف يا شيخ اقسم بالله الله يعز الالياف. تحيه للدوله تحيه للحكومه تحيه لك خصيصه يا ابو اللاف وتحيه ثانيه للالياف. خلك سلمي بيت سوني 3 نكسر ضروسهم كنا والله. لا تقول لي مسكه الارجل المشهوره الله بلقلق الشيء ان شاء الله عاد ما يا ولد تعلق. الو لا اسالك بالله لا يرد زعلان انت مني ولا شيء
صارحني يا قل لي زعلان انت مني. والله لو قل لي لو انت زعلان ولا شيء ولا حد مزعلك يعني، ولا عشان ساني فايف جنبي. لا لا ان شاء الله، ابشر ابشر ابشر، ما راح تشوف. لا لا والله ما راح تشوف، ابشر. خبي، لا لا ما خبي، انا برميه الحين في القمار. دقيقه بس، دقيقه دقيقه واحده. اشتغل طيب، اشتغل يا اخي، اشتغل اشتغل يا ورع. طفيك برجلي يا كلب سوق هذا. الميدان يا اهل الارض.